مشروع مهم يا رب يطلع فعلا ويتنفس بالشكل ده وان الناس تاخد تقدر تمشي بالعجل ده أولا رياضة تاني حاجة بتخاف ما بصراحة المواصلات الشباب أكتر هيقبلوا على ده يعني أنا بتحمس جدا لده بس مهم الشوارع والحتة اللي هنمشي عليها ما تبقاش كلها حفر عشان ما نفجأة نتكفيش على وشنا نتعور يعني هو ده أهم حاجة أنا شخصيا عايز أجرب موضوع البيسكليت ده